لكن هناك هو كبيرة بين ما يريد المواطن وبين ما يعمل من هؤلاء، ولكن الضغط الشعبي لابد أن يعطي نتائج في أي بلد في أي وضع. أعتقد أن الضغط لم يصل إلى مستواه الأعلى، لابد أن نحتاج إلى خروج إلى الشارع، إلى مزيد من الضغط الإعلامي، إلى حركة مدنية أقوى قليلا، ممكن أن نصل. أما بعد ذلك فهؤلاء منتفعون عندما يكون وزير يستلم 8,000 دولار وعنده 7 منح وعنده هبات يطلع الإجمالي 30,000 دولار له ولأولاده، لن يذهب إلى أي تغيير، سيقاتل لأجل حماية هذا المكتسب، ولن يشبع بما لهطوا منذ سنوات سابقة. يعني كان معي ضيفي قبل قليل الأستاذ رشيد الأنسي، وتحدث أيضا عن مبالغ بالمليارات تصرف شهريا، والمواطن يحتاج هذه المبالغ. برأيك إلى متى سيظل هذا الفساد؟ مكافحة الفساد لا تنتهي بالشتيمة ولا تنتهي بالكشف فقط، تحتاج إلى نضال ضروري، تحتاج إلى خروج، تحتاج إلى لملمة صفوف. هكذا انتهى الفساد في أي بلد، ولذلك سينتهي الفساد وهذه المبالغ الكبيرة وهذه الجرائم الحقيقية الذين يقتاتون بدماء الشعب عندما يكون هناك حركة مناهضة تتعاضد فيها وسائل الإعلام والمنظمات النظيفة والأشخاص وبعض النخبة التي ترى نفسها أنها لا زالت نظيفة وبعيدة وقادرة. هذا الأمر يمكن أن يكون